الالفا والبيتا، ما دام البيتا اتقلب الكيتونيك جروب يبقى الهاي انرجي بوند بتوين الالفا والبيتا تتحول انتو هاي
كان بقى معي مؤسس لما بقى مش هتفتح جوه الجسم اتحولت انتو بروتين، فده اسمه انابوليزم. ببني مولكيول، اي حاجه فيها بودر بتحتاج لانش عشان تشبك كل الجلوكوز لبعض واشبك الفاتي اسيد في الكوليسترول. كل ده محتاج انرجي بيجي منين؟ من الاي تي بي. يبقى الانابوليزم ده ما دام انا ببني فيبقى هو محتاج انرجي. محتاج انرجي بالعكس انا بستهلك انرجي وانا ببني الكلام خلاص؟ طيب الكاتابوليزم هو ايه بقى؟ It's the process of breaking down the foodstuff. اخليها كومباوندز مور سيمبل، يعني انا عندي جلايكوجين وكسرت الثاني جلوكوز. خلاص؟ عندي بروتينز كسرتها باثنين امينو اسيدز. والحاجات دي بعد كده هتتكسر زي ما اتفقنا على السبايك وايه وتخش لغايه ما تديني في الاخر انرجي. خلاص؟ طب الكاتابوليزم لسه هنقول دلوقتي في كذا ستيج. فهو كاتابوليزم معناه ان انا بكسر المولكيول اللي عندي ده واعمل منه سيمبل كومباوندز، واثناء ما بكسر هيطلع لي انرجي تتحوش على ايه؟ ايه دي؟ يبقى الانابوليزم عندي كومباوند بسيط مكون منه مولكيول كبير فبستهلك انرجي، بستهلك الاي تي بي. كاتابوليزم عندي مولكيول كبير هفضل اكسر فيه واطلع منه انرجي علشان استخدمه في الحاجات التانية. خلاص؟ الكاتابوليزم ده بيتقسم لثلاث ستيجز. بيتقسم لكام؟ لثلاثة ستيجز. أول حاجة لو أنا أكلت معظم أكلي بيبقى كربوهيدرات بروتينز أند ليبيدز. خلاص؟ إحنا لما بناكل الحاجة بتنزل في الستومك في الإنتستين تبتدي يحصل لها دايجيشن وتتحول لسيمبل كومباوندز. فالكربوهيدرات آخر ما وصل لها في الإنتستين قبل ما يحصل لها أبزوربشن تبقى اتحولت إنتو مونو ساكرايدز. البروتينز هتتحول إنتو امينو اسيدز، والليبيدز هتتحول لهم ترايجلسرايدز يعني او ترايجلسرايدز هتتحول انتو جليسرول اند فاتي. ما ينفعش يحصل لها ابزوربشن اصلا في الانتستين، ما ينفعش مولكيول الجلايكوجين بعد كده يحصل له ابزوربشن، لازم يتحول انتو السيمبل كومباوند باي دايجيشن وبعد كده يحصل له ابزوربشن. الخطوه دي ما بيطلعش منها انرجي خالص. يعني تحويل الكربوهيدرات لمونو ساكرايد، تحويل البروتين لامينو اسيد، تحويل الليبيدز لجليسرول او فاتي اسيدز ما بيطلبش عنها اي اس اف ايه انرجي برودكشن، خاطر هي ما فيهاش انرجي برودكشن خالص. نيجي للي بعدها الستيج الثانيه بعد ما حصل لها ابزوربشن وابتدت تروح بقى لكل اجزاء الجسم هتبتدي حاجه ثانيه تحصل ويتحول كل الحاجات دي انتوا ايه امبارح قلناها؟ اسيتايل كو ايه. اسيتايل كو ايه او اسم له اسم ثاني اسمه اكتف اسيتيت. اكتف اسيتيت عشان لو لقيته الاثنين واعتبر نفس الحكايه. خلاص اكتف اسيتيت هو الاسيتايل كو. الكومباوندز اللي هي المونو ساكرايد والامينو اسيدز والجليسرول والفاتي اسيدز لما تحول انتو اسيتايل كو ايه الخطوه دي بيطلع كميه من الانرجي اثناء ده كله هيتاخد بالتفصيل المهم، يعني ازاي الكربوهيدرات تتحول لاسيتايل كو ايه، ازاي الامينو اسيد هتتحول، هتاخد بالتفصيل. احنا دلوقتي بنقول ايه؟ خطوط عريضه. فكل دول هيتحولوا انتو اسيتايل كو اي. الخطوه دي هيطلع انرجي اي تي بي او هيطلع اي تي بس الكميه معقوله مش كبيره قوي، بس هيطلع انرجي يتحوش على هيئه ايه؟ اي تي.
هناك H plus H مش كده؟ كان H ده كل ده هيتقال بالتفصيل بس بحكي كده هتكون سريعا وبعد كده هيتقال تاني بالتفصيل. يعني تعمل الاستايل ايه اهو؟ داخل كيرز سايز خلاص؟ استايل ايه بقى هيخش كيرز سايز اللي هنا؟ بيخرج منه كاربون دايوكسيد خلاص؟ وقلنا ايه؟ هايدروجين. الهيدروجين بقى هيروح فين؟ هيجي هنا في الكيرف سايكل دي في الستبس بتاعته الانزيمز اللي موجوده فيه دي حاجه اسمها كو انزيمز. هيعمل ايه الكو انزيمز اللي موجوده هنا؟ هتشيل الهيدروجين ده فبنسميهم اوكسيدايز كو انزيم. يعني شايل هيدروجين هي سواء فات او فات هياخد الهيدروجين اللي طلع على الاسبايكو ايه ده فيتحول انتو ايه؟ فات H2 ونات H plus H فاستروكتن يعني خلاص؟ ودول بنسميهم ايه؟ reduced co enzymes خلاص؟ لو شالوا هيدروجين فبقوا ايه؟ reduced خلاص؟ هياخد ايه اللي هيحصل بعد كده؟ هيجي ال reduced coenzymes دول يخشوا حاجه اسمها respiratory chain هنقولها النهارده اسمها ايه respiratory chain ويدي الهيدروجين بتاعه ده لاكسجين ويتحول into water ويتحول into energy ازاي انا عملت التفصيل ده بعد كده؟ تاني يبقى لو كانت الاكل تحول كله انتو اسيتايل كو اي الاسيتايل كو اي هيخش حاجه اسمها كريبس سايكل الكريبس سايكل اللي هيديني كربون دايوكسيد وهيدروجين خلاص الهيدروجين ده هيتشال على الكو انزيمز اللي موجوده في السايكل بتاعتي فبدل ما يبقى سايل ونات هيبقى فات اتش 2 اند نات اتش 2 خلاص او نات سوري نات اتش بس بروتون الهيدروجين ده بقى اللي موجود على الفات والنات هيدخل حاجه اسمها ريسبيراتوري تشين دي في الميتوكوندريا برضه خلاص؟ هتروح الريسبيراتوري تشين، فالريسبيراتوري تشين اللي بيحصل الهيدروجين ده بعد سلسله من الاحداث الطويله هنقولها هيديني ووتر و اي تي بي وفري انرجي. انرجي مش عامل اي تي عشان الفري انرجي اللي بيطلع ده المفروض انه بيحافظ على درجه حراره الجسم عند 37 انت لو كل الانرجي انا حولتها اي تي بي مش هيبقى عندي انرجي تفضل محافظه على درجه حراره الجسم فجزء بيطلع على هيئه في انرجي مش بتحوش على حاجه بتخلي الحراره الجسم محتفظه ب 37 بتاعتها والجزء الباقي كله هيتحول انتو اي تي خلاص يبقى ده اساس الميتابوليزم انا ابتديت بمين بكربوهيدرات وليبيدز وبروتينز حولتهم للسيمبل فورم والسيمبل فورم ده تحول انتو اسيتايل كو اي والاسيتايل كو اي ده اتكسر تماما وتحول انتو كربوهيدرات وميه والاي تي بي فين بيحصل الكلام ده في الكريب سايكل اند سبايراتري تشين كل واحده من فيها بتقابل التفصيل المهم بقى بس ده عشان نبقى عارفين بس احنا هنمشي ازاي خلاص في حاجه تانية برضه اسمها حاجه اسمها اي تي بي اي تي بي سايكل احنا اكل الكلام ده كله خلاص هيطلع بالفعل كل الكوانزايم بيخش السبايراتري تشين ويديني اي تي بي الاي تي بي دي كمية الاي تي بي اللي عندي جوه الجسم محدودة، ليه محدودة؟ لأن أنا عندي كمية أنا بحصل على اي تي بي إزاي؟ يكون عندي اي تي بي وبطلعه فوسفيت فتتحول انتو اي تي بي أو اي ام بي وأحط لها اتنين فوسفيت فتتحول انتو اي تي بي. هل كمية الاي تي بي أو الاي ام بي اللي جوه جسمي بلا حدود؟ يعني كل شوية عمالة بتزيد ولا بس أنا عندي 1000 مولكيول اي تي بي؟ أنا جوه جسمي بالظبط 1000 مولكيول اي تي بي. لو كل الـ ADP ده تحول انتو ATP هقف على كده مش هقدر اصنع ازيد من كده فلو جسمي بيصنع 1000 ADP اضيف لهم الهاي انرجي فوسفيت ناخدها من الاكل تتحول انتو ATP لما ال 1000 دول يكملوا 1000 ATP كل حاجه هتقف لان ما عنديش ATP شغال على طول كل ما يجي انرجي اضيفه فايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل السايكل اللي احنا هنقولها دلوقتي عندنا هنا ATP ATP سايكل هنا الاوكسيديتيف فوسفوريليشن دي يعني اللي بيحصل بريك داون الاكل الحاجات اللي احنا قلناها وحطوها برضه بالتفصيل فيديني هاي انرجي فوسفيت
فوسفيت بونز بالكومباوندز اللي احنا اتكلمنا عليها دي كلها، الهاي انرجي فوسفيت ده هيتحد مع الاي تي بي يقوم يحوله لي انتو اي تي بي، مش كده؟ طب الاي تي بي ده انا هعمله ايه؟ هستعمله في ايه؟ هستعمله في ماسل كونتراكشن، صح كده؟ واحد بيتحرك فهيستهلك انرجي، هستعمله في حاجه اسمها اكتف ترانسبورت. عارفين الاكتف ترانسبورت اللي هو ايه؟ في الفسيولوجي البامبس، صوديوم كالسيوم بامب، والكلام ده كله البامبس اللي موجوده دي محتاجه كالسيوم بامب، كل ده محتاج انرجي عشان يعمل بامبنج، يبقى هستهلكه في الاكتف ترانسبورت اللي عندي خلال السيل مبريك. هستعمله في حاجه وهو احنا لسه قلنا لو انا ببني مولكيولز، لو عندي جلوكوز وحبان عملت منه جلايكوجين ده اناموليزم، مش كده؟ يبقى بستهلك فيه اي تي بي. النيرف كوندكشن، النيرف امبلس بيحتاج انرجي عشان الامبلس يعدي من السباينال كورد لحد ما يوصل للنيرف. عندي كومباوندز عايز اعمل لها فوسفوريليشن، عندي جلوكوز وعايز احول جلوكوز 6 فوسفيت. خلاص؟ كل ده بيستهلك مين؟ الاي تي بي للصب. اول الاي تي بي ما بستهلكه بيتحول انتو ايه؟ اي دي بي. خلاص؟ فالاي تي بي بقى متوفر تاني ياخد فوسفيت تاني ويمسك فيه ويطلع لي اي تي بي تاني. خلاص؟ طب نفترض ان انا اكلت اكل كتير قوي ما عملش اي مجهود. خلاص؟ فالاي تي بي تحول انتو اي تي بي. استهلكت منه جزء حاجات بسيطه والباقي لسه موجود الاي تي بي. الاي تي بي ما اقدرش احوشه في حلقات اي تي بي. ما ينفعش الاسطول جوه الجسم على اي تي بي. احنا قلنا بقى الاسطول على اي بقى؟ كرياتين فوسفيت. ايه اللي بيحصل؟ الاي تي بي هيدي الفوسفيت الهاي انرجي فوسفيت بوند بتاعته دي لمين؟ للكرياتين، فيتحول انتو كرياتين فوسفيت. مش احنا قلنا امبارح وبيمسك فين الفوسفيت؟ في الامينو جروب اوف والدين، صح كده؟ يبقى لو انا الاي تي بي عندي زياده ومش محتاجه استعمله في اي حاجه ثانيه يبقى هحوشه جوه الماسلز على هيئه ايه؟ كرياتين فوسفيت. خلاص؟ هيفضل جوه المصري. افرض انا بعد كده بقى كنت كلت من انت وما عملتش اي حاجه. بعد كده صحيت من النوم وقمت رحت ونزلت ورايحه جاي محتاجه بقى الاي تي بي بتاعي، مش كده؟ هعمل ايه؟ هشيل هيتشال ادي كرياتين فوسفيت هو اللي موجود في المصل، هشيل الفوسفيت اخده الهاي انرجي فوسفيت بقى استخدمه في ان انا احول الاي تي بي تاني انتو اي تي بي، والاي تي بي استخدمه بقى في الحاجات اللي انا عايزاها. دي بنسميها ايه؟ اي تي بي ATP سايكل. هي مبنية على حاجة واحدة، إن كمية الـ ATP اللي عندي محدودة، مش ما يقدرش تبقى طول ما أنا عشان شغال كده ATP عمال يتوفر طول الوقت. عندي 1000 مولكيول، لو الـ 1000 مولكيول ATP دول تحولوا إلى ATP خلاص وقفنا على كده. خلاص؟ يبقى كان ده الأكل. إداني هاي إنرجي فوسفيت بونز، الهاي إنرجي فوسفيت بونز يعني تتحد مع الـ ATP وتديني ATP. خلاص؟ الـ ATP اللي موجود ده هستخدمه في الماسل كونتراكشن، في النيرف انبلس، في الترانسبورت، في اي حاجه. ما فضلش منه حاجه خلاص، استنى لما يجي اكل تاني والكلام ده كله. فضل منه ATP
create hydrogen او ادات electrons او shed الاكسجين. ده بنسميه reduction. خلاص عشان هتقول الكلام ده كتير في الاسبيرت ريتش. يبقى كلمه اوكسيديشن لا تعني فقط addition of oxygen. لا تعني removal of hydrogen او الاهم loss of electrons. خلاص؟ والreduction احنا لو ضفت hydrogen او ادات الكومباوند بقى electrons فبقى اسمه reduce يا اما shed الاكسجين. خلاص؟ طيب نيجي بقى ايه؟ برضه قبل ما نبتدي السبايك تشين في حاجه اسمها ريدوكس ريأكشن. ريدوكس ريأكشن يعني ايه؟ اسمها ريد ريدوكس اللي هي ريدكشن اوكسيديشن ريأكشن. دي ريأكشن بتحصل في السبايك تشين، الحته الثانيه بس دي من النهارده في السبايك تشين. والريدوكس ريأكشن دي ان يبقى انا بتكلم مثلا على الفات او الناد. ادي الناد اهو. خلاص وادي الناد H بلس برو. خلاص ده الاوكسيدايزد فورم وده الريدوست فورم. الاثنين مع بعض بنسميهم ريدوكس كابل او ريدوكس بير. ممكن نسميهم ايه؟ ريدوكس كابل او ريدوكس بير. ناد مع ناد H بلس برو او الفات والفات H2. خلاص كده لو ضفت للناد ده هيدروجين بقى ريديوس. لو شلت منهم هيدروجين بقى اوكسيدايز. دول بنسميهم ايه تاني؟ ريدوكس بير او ريدوكس كابل. خلاص دول بيدخلوا في الاوكسيديشن رياكشنز كتير. تاني حاجه هنتكلم عنها ان لو بيحصل كده يعني هيكون عندي ريدوكس بير كده اللي هو زي ده كده. افرض انا خدت الهيدروجين اللي هنا اللي في الباد اتش ده واديته للباد. ايه اللي هيحصل؟ هتحول انتو فات H2 مش كده؟ فادي بير وادي بير. ادي خدت الهيدروجين اللي في النان H اديته لمين؟ بال H2. فده بقى حصل له ايه؟ بقى اوكسيدايز وده حصل له ريدكشن. عشان كده كنا بنسميها ريدوكس في الاثنين، واحد يحصل له اوكسيديشن والثاني يحصل له ريدكشن. لما بتحصل الرياكشن دي بيحصل ريليس اوف انرجي. يعني لما بشيل الاكسجين او بعمل ريدكشن لكومباوند باخد هيدروجين من واحد اديه للتاني او باخد الكترونز من واحد اديه للتاني، ايه اللي هيحصل؟ الاولاني هيبقى اوكسيدايز والتاني هيبقى ريديوس. الانتقال الالكترونز ده من واحد للتاني او الريدكشن اللي حصل هيحصل ريليس اوف انرجي. الانرجي طالع بقد ايه؟ هيعتمد على البوتنشال ديفرنس بين الاثنين. يعني البوتنشال ديفرنس بين الناد والباد على حسب، لو التنشن ديفرنس قليل منهم يبقى هيطلع لي كمية انرجي قليلة، لو التنشن ديفرنس بينهم كبير هيطلع لي كمية انرجي كبيرة. دي فكرة الاسبيراتري تشين بس عشان تبقى فاهمين هي ماشية ازاي. واضح؟ يبقى عندنا حاجة اسمها ريدوكس رياكشنز اللي هي الاوكسيديشن ريدكشن رياكشنز. عندي حاجة اسمها ريدوكس بير أو ريدوكس كابل اللي هما حاجتين كومباوندز بأوكسيدايز ويبقى لو أوكسيدايز فورم ولو ريدوست فورم. خلاص؟ تاني حاجة إن لما بيحصل الترانسفير بتاع الهيدروجين ده أو الترانسفير أوف إلكترونز من واحدة من البيرز دول للتانية هيحصل ريليس أوف إنرجي. كمية الإنرجي بتعتمد على إيه؟ على البوتنشال ديفرنس بتوين ده. ما حدش بقى يخش أرجوك، ما حدش بقى يخش في تفاصيل يعني إيه البوتنشال ديفرنس ويعني إيه الكلام ده، خدناه في الكيمستري والفيزيكس من 100 سنة وما يهمنيش. أفتكره دلوقتي، اللي أفتكره دلوقتي إن أنا عندي الكومباوند ده البوتنشال ديفرنس بتاعه قليل والبوتنشال ديفرنس بتاعه. لو دخلت في يعني التفاصيل دي احنا مش كلية علوم، صح كده؟ فارجوكم ما تخشوش في التفاصيل اللي ملهاش لازمه، صح كده؟ يبقى لو عندي اللي بيهمني ان الريليس اوف انرجي هيعتمد على حاجه اسمها بوتنشال ديفرنس او فارق بعد. لو عالي هيطلع لي كميه انرجي كبيره، لو فارق بعد بينهم قليل هيطلع لي كميه انرجي قليل. دي فكره الايه؟ الاسبيراتوري تشيك. خلاص؟ طبعا الكومباوند اللي بيدي الاكسجين بنسميه ايه؟ اوكسيدايزنج ايجنت. والكومباوند اللي هيدي الهيدروجين او اللي هيدي الالكترون بنسميه ريديوسنج ايجنت. واللي هيستقبله هيبقى اكسبتور سواء كده او كده. خلاص؟ ده اللي احنا لسه قايلينه دلوقتي. لو انا عندي هنا ادي اسيدي سبستريت مش صلب. الاسيدي معناها ايه؟ سبستريت يعني كومباوند. عندي شايل هيدروجين عشان
دي مش مكتوبه في الكتاب، مش مرسومه في الكتاب ومش عليك، بس انا عايزه افهم ليه بنكتب فات وبنكتب لات بلس. محدش سأل نفس السؤال ده؟ يعني ليه بنكتب لات لو فات ولما بنحط له هيدروجين بنقول فات اكشن؟ صح؟ وبنكتب لات بلس وما بنقولش لات ولات اكشن. بنقول لات اتش بلس بروتون، مش كده؟ ده يرجع تاني اساسا لشكل النيكوتينيك اسيد. نيكوتين امايد ادينين داي نيوكليوتايد باند، نيكوتين امايد ادينين داي نيوكليوتايد. الشكل هنا ده الناب فوسفور، ما اعرفش حد قالها في السنه اللي فاتت او لا، مش كل الناس بتقولي. ادي الاوكسيدايزد فورم بتاعي بتاع الناب اهو، ناب فوسفور ده شكل الناب اهو. نيكوتين امايد ادينين داي نيوكليوتايد، اللي عندي ده الادينين والفوسفيت والريبوز فوسفيت ورايبوز عشان داي نيوكليوتايد، وادي نيكوتين امايد. خلاص؟ هنا عشان الفالنسي عندنا، فعندنا هنا الان هنا شايله بوزيتيف تشارج. خلاص؟ فده بنسميه ناد بلس. صح كده؟ ده الشكل العادي بتاعه. خلاص؟ طيب لما بضيف له بقى الهيدروجين ليه ما بقولش ناد اتش2؟ بقول ناد اتش بلس بروتون. ايه اللي بيحصل؟ ان انا عندي تعطيل الهيدروجين عباره عن ايه؟ الهيدروجين عباره عن بروتون هنا، الالكترون فين؟ طيب صح كده؟ فانا لو عايز اغير الرسمه دي يبقى اعملها ازاي؟ ادي بروتون بلس الكترون، مش كده؟ مش ده الهيدروجين؟ ادي الكترون هنا وبروتون بالمنظر ده. خلاص؟ لما يجي الهيدروجين يتضاف للناد ايه اللي بيحصل؟ هيبص عندنا لما نجيب كام هيدروجين؟ بنجيب 2 هيدروجين، مش كده؟ يعني المفروض ان عندنا هيدروجين سليمه وعندنا هيدروجين ثاني اسم نصين، اسم بروتون اسم انتو الكترون. خلاص؟ يبقى اللي بيحصل ايه؟ ان انا عندي الالكترون اللي هنا ده هيمسك في مين؟ في النيكوتين امايد، لان ده في البوزيتيف تشارج دي، فده اتشال خالص البوزيتيف تشارج. صح كده؟ خلاص هيبقى نيوترلايز في الالكترون اللي جاي، فيبقى فاضل عندي ايه؟ وعندي هيدروجين، مش كده؟ البروتون دي هتفضل حوالين الناد مش هتمسك فيه، والهيدروجين الثانيه هتمسك فيه كده اهو زي ما هو مرسوم. بص ادي الاتش العاديه دي كده عاديه، لما اجي احطها الهيدروجين هتبقى فين اهي؟ دي الهيدروجين الكامله. طبعا طب البونز اللي هنا هتتغير عشان الفيلنس. خلاص؟ الالكترون اتضاف هنا، بدل ما كانت ناد بوزيتيف خلاص بقت ناد عاديه خالص من غير بوزيتيف تشارج، عشان الالكترون حصل نيوترلايزيشن. خلاص؟ فهيبقى ناد اتش اهو، والبروتون مش هيمسك في الناد، هيفضل ايه؟ حواليه. عشان كده بيجي ده ناد اتش بلس بروتون، لكن الباد بيمسكوا ايه؟ باد اكشن على طول. خلاص؟ عشان احنا لسه عارفين ليه ده اتعمل كده وليه ده اتعمل كده. برضه مش موجود في الكتاب، بس انا عايز اوريكم الفرق في التنشن عندنا، مش دعوه بس الفرق في التنشن ديفينس. كويس؟ هنبص نلاقي او اقلهم مين؟ كل ما كان نادي طبعا كل ما كان اقل. فعندنا ادي الدوم سكوير اللي هو ناد ناد اتش ده كام؟ ماينس 3.2. خلاص؟ يبقى ده قليل، ده البيز لاين بتاعنا. خلاص؟ بعد كده الفاد كانت اتش 2 ماينس 0.2، ده اعلى ولا اقل؟ اعلى، مش النيجاتيف لما بتقل يبقى اعلى. بعد كده عندنا حاجه اسمها كو انزيم كيو، ده بتاعه اعلى بقى بوست بقى كمان. عندنا حاجه اسمها سايتوكروم، ده اعلى. عندنا حاجه اسمها سايتوكروم سي بي، الكلام ده كله عالي عالي، بيعلى كل شويه الكتريك بوتنشال لغايه ما بوصل للاكسجين بيبقى ايه؟ عالي جدا. خلاص؟ ايه دول؟ احنا مكتوبين دول؟ دول الحاجات اللي موجوده في الريسبيراتري تشين مسؤول بالتفصيل. فنلاقي ان دول الكومباوندز اللي موجوده في الريسبيراتري تشين ده بادية من ايه؟ من اللور الكتريك بوتنشال للايه؟ للهاير الكتريك بوتنشال. من الناد اتش هو اقل حاجه فيهم لحد ما اوصل للاكسجين اللي هو اعلى حاجه فيهم. خلاص؟ ده بس كده يعني تعرفون بس كده عشان نعرف ترتيب الحاجه اللي موجوده، لكن مالناش دعوه ولا بارقام ولا باي حاجه من دي. خلاص؟ نيجي بقى نكتب الترانسبورت نفسها بعد ما قلنا المعلومات اللي ايه؟ هتشغل مخنا شويه. الالكترون ترانسبورت شين ده موجود فين؟ او الاسبيراتري شين دي موجوده
تبقى الانر ميتوكوندريا ممبرين. خلاص؟ هي عباره عن ايه؟ عباره عن الكترون او هيدروجين كاريرز. خلاص؟ ياخدوا الهيدروجين او الالكترونز اللي جايه من الديوسكو انزيمز لحد ما تديها الاكسجين عشان تعمل لي ووتر. تاني الريسبيرتي تشين بتبقى عباره عن ايه؟ سلسله من ايه؟ الهيدروجين او الكترون كاريرز. كاريرز بتشيل هيدروجين او الكترون زي النار اللي فاتت الكلام ده. خلاص؟ هتشيل الالكترونز دي او الهيدروجين ده من اول ما تخش من النار من الديوسكو انزيمز اللي جايه من الكريبتو سايكل سواء كانت فان او كانت نار هتاخد الهيدروجين بتاعها او الالكترونز من واحد هتقدر تعديها على كل كارير تديها لواحد تاني منها اللي بعديه الاولاني يبقى اوكسيدايز اللي بعديها يبقى ريديوس ونقدر ننقلهم من واحده للثانيه للثالثه لحد ما في الاخر يوصل لغايه ما يوصل الاكسجين يديني ووتر ويصدر لي اي تي بي. ده كده الريسبيريشن عموما لكن هنقوله طبعا بالتفصيل. فيبقى الريسبيريشن عباره عن سيريز اوف الكترون هيدروجين كاريرز كاتالايز الترانسفير اوف الكترونز او الهيدروجين من ريديوس كو انزايم اللي هو الناب او الفات لحد ما اوصل بيه يوصل لغايه مين؟ الاكسجين لحد ما يكون ميه والاي تي بي اللي هي الانرجي اللي احنا هنحوشها بعد كده. خلاص؟ الكاريرز دول في جزء منهم بيبقى بروتينز وفي حاجات نان بروتينز هنقولهم دلوقتي الكاريرز اللي موجود في منهم يعني النيتشر بتاعتها بروتين وفي حاجات نوت بروتين النيتشر لازم يبقى عارفين يعني. طيب الاسبيراتري تشين دلوقتي لو انا عندي الكاريرز دول لما اجي هرصهم هرصهم ازاي؟ انا عايزه الناب اتش والفاب اتش دول اللي احنا قلنا دول اقل ناس عندهم علاقه بوتاشيوم مش كده؟ المفروض ان هو يدي تبعتيه فتبعتيه لازم هيبقى التنشن بتاعه اعلى. ليه؟ اللي عنده الكتريك بوتنشن واطي بيبقى عنده استعداد انه يفقد الكتريك. الكتريك بوتنشن بتاعه واطي بيبقى عنده استعداد ايه؟ انه يفقد ما يبقاش ماسك قوي في الكتريك اللي عنده. يبقى سهل قوي يديها لكومباوند جنبه. لان الاب اتش والفات اتش دول هيفقد الكتريك بتاعتهم او الهيدروجين للكومباوند اللي بعديه. اللي بعديهم هيديهم منين؟ للي بعديهم. كل واحد هيبقى يدي للي بعديه للي بعديه لحد ما اوصل منين؟ بلس اكسجين يديني موتور ويديني اي تي بي. فيبقى ترتيب الكاريرز اللي احنا هنقولهم دلوقتي بيترتب على حسب ايه؟ البوتنشال بتاعهم او الالكتريك نيجاتيفيتي بتاعتهم. كل ما كان قليل بيبقى في الاول وبعد كده بنزيد بنزيد بيعلى بيعلى لحد ما اوصل منين؟ الاكسجين اللي هو كان اعلى واحد فيهم. واضح ولا مش واضح؟ هتوضح دلوقتي لما نقولها في الصور. طيب الكومبوننتس بقى او الاسبيراتري تشين عندنا نشوفها كده بصوره اسهل عشان ايه؟ ادي الاسبيراتري تشين. الاسبيراتري تشين مكون من كام كومبوننت؟ من اربعه كومبلكسز. ادي هنا كومبلكس نمبر 1 وادي ده كومبلكس نمبر كل واحده نشرحها بالتفصيل دلوقتي. ده كومبلكس اسمه كومبلكس نمبر 1 وده ده كومبلكس نمبر 2 هنا كومبلكس نمبر 3 وهنا كومبلكس نمبر 4. يبقى عندي كام كومبلكس في الريسبيراتوري تشين؟ اربعه. خلاص؟ دول بيبقوا ستيبل في الجدار بتاع الميتوكوندريال ممبرين يعني جزءهم انتجرال بروتين ففي الانتجرال بروتين والبريفرال. الانتجرال ده جزء من الممبرين لو شلته الممبرين بتقطع ما بينفعش صح كده؟ البريفرال ممكن اعمله برزنتيشن ويقع من غير ما يحصل دامج للسيل ممبرين. فالاربع كومبلكسز دول هنسميهم ايه؟ انتجرال بروتين جزء من الممبرين ما ينفعش يتشال. خلاص؟ طيب هي اسمها تشين مكونه من اربعه بس؟ لا هي مكونه من اربعه كومبلكسز دول ومكونه من حاجه اسمها كو انزيم كيو اسمه ايه؟ كو انزيم كيو وسايتوكروم سي. دول موبايل كاريرز. يعني ايه موبايل؟ يعني يتحركوا ما بين احنا اتفقنا ان الكومبلكس دي ثابته مش كده؟ القاعده دول هيبقوا ثابتين في الجدار بتاع الميتوكوندريال ممبرين. خلاص؟ طب انا عايز اقول الالكترونز هتتنقل من حته للتانيه مين هينقلهم؟ الكو انزيم كيو اللي هنا هو اللي يقدر يتحرك هو مش جزء من الممبرين ولا حاجه ده بروتين عمال رايح او مش بروتين ده بيبقى كارير رايح جاي هيجي هنا ياخد الالكترونز من هنا يديه للي بعديه. خلاص؟ وحاجه ثانيه اسمها سايتوكروم سي هتاخد من هنا تديه للمين؟ للي بعديه.
خلاص ده البروتين مكوناته ايه؟ سيبكم من ده بس واحد واحد. يا هو ليه بروتين ايه النيتشر بتاع الكومباوند؟ يعني البروتين اللي موجود في الممبرين ده شكله ايه؟ ده ليه بروتين. فاكرين ليه بروتين يعني ايه؟ ما تسالتش ليه بروتين يعني ايه؟ يعني فيها فلافين، حاجه فيها فلافين نيوكليس مش كده؟ فهيبقى فيها اف ام ان مش فلافين مونونيوكليوتايد دواء جزء من الكومباوند. ايه تاني موجود فيه؟ بوليبيبتايد تشينز طبعا بما انه بروتين يبقى لازم فيه بوليبيبتايد تشينز. ويبقى فيه اف ام ان ويبقى فيه حاجه اسمها ايون سلفر سيلز. ايون سلفر سيلز خلاص؟ ايه وظيفة الايون سلفر سيلز دول؟ نرجع تاني للرسمة. ده كومبلكس نمبر 1 مش كده؟ اسمه ايه؟ كومبلكس اسمه ايه؟ نار اتش دي هيدروجينيز. نار اتش دي هيدروجينيز مش كده؟ خلاص؟ ده نوع ايه؟ بروتين ليبو بروتين في ماني بوليبيبتايد تشينز ما يهمنيش ده اللي يهمني فيه ان في الفا ام ام وفي حاجه اسمها ايرن سلفر سيلز خلاص؟ انا النان اتش ده احنا قلنا جاي منين؟ هيجي لي من الكريبس سايكل الاكل كمان حاول اسيتايت كو ايه دخل كريبس سايكل تاني ريديوست كو انزايمز خلاص؟ النت اتش اللي جاي لي من الكريبس سايكل اللي جاي من اسيتايت كو ايه اللي جاي من الاكل بتاعي صح كده؟ النت اتش ده هيجي يدخل في اول كومبلكس ده عشان كده احنا اول واحد سميناه ايه؟ نار اتش دي هيدروجينيز يعني ايه دي هيدروجينيز؟ هيشيل الهيدروجين صح كده؟ فهيشيل الهيدروجين اللي جاي من الكريبس سايكل خلاص ويدخله جوه الريسبيراتوري تشين ويرجع نام مره اخرى اهو رجع نام فاضي اهو يرجع تاني الكريبت سايكل عشان لو محتاج يدخل هيدروجين تاني خلاص. طب الهيدروجين اللي دخل فيه ده هيعمل فيه ايه؟ هيدخل الكومبلكس هيروح ماسك في مين؟ في الاف ام ان يحوله انتو اف ام ان اتش 2 صح كده؟ بعد كده يمسك في مين؟ في حاجه اسمها ايرون سلفر سنترز. ايرون سلفر سنترز دول عارفين دايما ان الايرون له تو فيلنسيز اللي هو الفيريك والفيرس خلاص؟ لو انا عندي فيريك يعني في اثنين بلس بيتحول لفيريك لفيريك امتى؟ لو انا شلت منه كمان الكترون مش كده؟ فانا دلوقتي عندي هيدروجين دخل الهيدروجين ده ممكن يدخل على اي هيدروجين او ممكن يتفك البروتين والكترون مفيش مشكله يعني هو ماشي في السكتين خلاص؟ فانا كاني ضفت الكترون ليه؟ الايرون بحولته من فيريك لمين؟ لفيروس كويس؟ وبعدين يروح ماشي يروح رايح لمين؟ للايرون اللي بعديه فيحوله من فيريك لفيروس اللي بعديه كذا سنتر بالمنظر ده وفي الاخر الالكترونز دي او الهيدروجين يجي ياخد كوينزام كيو ده يجي ياخدها ويشيلها خلاص؟ طب ايه اللفه دي كلها؟ ليه النان خد منه الهيدروجين ودينا له اف ام ان وبعدين اف ام ان ادينا له الايرون سلفر وبعدين ادانا كذا كذا طب الغالب ما بيجي كوانسان كيلو من الهيدروجين عشان يديني اللي بعده ليه خدناها على الخطوات الكتيره دي؟ لان انا احنا اتفقنا ان لما بيحصل اوكسيديشن يعني ريدكشن كومباوند باخد النت اتش دي الهيدروجين اللي بعديه ايه اللي بيحصل؟ ريليز اوف انرجي مش كده؟ واللي بعديه هيحصل ريليز اوف انرجي فالانرجي اللي طالعه من الكومباوند بتاعي ده بتطلع على مراحل تخيلوا انتوا لو انتوا كلتوا حاجه وكل الانرجي دخلت جوه السيل واتنقلت من حاجه اوف هاي لو انرجي بوتنشال لحاجه اوف ايه؟ هاي انرجي بوتنشال طلعت كميه من الانرجي قويه جدا كان ايه اللي يحصل للسيل؟ حراره السيل ترتفع ويحصل دامج للسيل زي بالظبط انت لو واقف عند الهرم بتاعك كويس؟ واحد واقف فوق راح حاطط الرطوبه من فوق اندفاع الرطوبه دي هيبقى شكله ايه؟ رهيب مش كده؟ لكن لو انت واقف تحت واحد قاعد فوق وفي 25 واحد في النص كل واحد بيناول الطوبه دي اللي بعديه اللي بعديه على توصلها بيبقى فيها انرجي ولا فيها قوه ولا فيها حاجه لكن الانرجي اتوزعت على مراحل فاحنا مش مجرد حتى كومبلكسز على مراحل لا ده جوه الكومبلكس نفسه الهيدروجين بيتنقل من مرحله للثانيه للثالثه جوه الكومبلكس نفسه برضه على مراحل عشان لو قيمها مره واحده هيبقى فيري فيري دينجرس لايه؟ للسيل بتاعي
كانت ليبو بروتين ان في حاجات بعد كده تبقى ليبو بروتين خلاص؟ بقى في هين، لا هو هنا ده بروتين، ده في اف اند ان يبقى اسمه ليبو بروتين. وفي ماني ايرون سالفر تيست سنتر خلاص؟ بعد كده الاثنين هيدروجين اللي عندي دول ادي اهو الهيدروجين ده طلع واثنين هيدروجين قاعد يتقلوا من الاف ام ان للايرون سلفر هيجي الكو انزيم كيو ده اللي احنا قلنا اسمه واي كام هيروح جري كده يمشي كده لحد